يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل سيدخل غرفة العمليات قبل صلاة المغرب وقد لا يخرج من البنج إلا بعد صلاة الفجر، فما الحكم في صلاته؟ الحكم أنه إذا كان قريب من صلاة المغرب فلا يدخل البنج حتى يصلي، أما إذا كان فيه وقت قبل الغروب والحالة تستدعي العجلة في العملية فإنه يدخل ويخرج من البنج قبل طلوع الفجر، لأن البنج له توقيت معروف عند الفنيين، توقيت يسأل الفنيين متى يفيق، يسألهم متى يفيق ويعتمد خبرهم في ذلك، فإذا كان المسألة ضرورة فيدخل العملية ويصلي متى ما أفاق ولو بعد خروج الوقت، يعني هذه ضرورة. أما إذا كان ما في ضرورة فإن كان أنه يتصرف حسب المشروع. نعم. يقول وإذا كانت عمليته بعد دخول وقت المغرب فهل له أن يجمع المغرب والعشاء؟ أي نعم، يجمع جمع تقديم، يقول يدخل العملية يجمع جمع تقديم. نعم.